بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، فتاة مريضة وتأخذ العلاج ولا تريد الحياة الزوجية، وقد طلقت بسبب ذلك المرض. السؤال: هل يجوز لوالدها أن يقول للناس لا تصلح للزواج؟ يصبر عليها وليها، يصبر عليها إلى أن يذهب عنها المرض ثم يزوجها. أما أن يزوجها وفي هذه الحالة هذا ليس من مصلحتها، ينتظر يصبر عليها.